حياكم الله مشاهدينا من جديد في برنامج الكويت وليلة دائما متجددة في هذا البرنامج. اليوم طبعا غير اليوم أنا أقدم هذه الحلقة مع زميلي محمد الوسمي. أكيد يشرفني مساك الله بالنور وأيضا تحية لكل من يتابعنا في برنامج الكويت. واليوم منورنا ومشرفنا نجم حبيناك لنا بالكرة الكويتية والخليجية والعربية الكابتن واللاعب الدولي بشار عبد الله. مساك الله بالخير كولاسو. محمد هلا عبد الله وأنا سعيد طبعا نكون معكم. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كل عام مشاهدين طبعا كل عام هو بخير وسعيد في بداية السنة أن أكون معكم اليوم. وانت أمانة أخوي بشار انت مبدأ في برنامج قلاسة والناس يعني طبعا كلها تحكي عن برنامجك وأنا صراحة أنا تابع البرنامج بعد وموفق. وطبعا راح يكون احنا معانا يعني حوار خاص مع اللاعب والكابتن بشار عبد الله وأيضا راح يكون لنا لقاء مع الشاعر سعد بن بتال الأسبيعي الحاصل على المركز الثاني في برنامج شاعر مليون في الموسم السابع. أكيد تحية لكل الشعراء وأيضا اللي حقيقة يعني رفعوا اسم الكويت في منصات شعرية. وأيضا معنا راح يكون في برنامج الكويت اليوم لقاء خاص مع الأستاذة فاطمة العنزي مسؤولة المتطوعين والحملات الإعلانية لحملة الكويت واحة خضراء. أكيد ويرافقها طبعا في اللقاء الأستاذ عبد العزيز الشطي المسؤول الفني بحملة الكويت واحة خضراء. نتمناها تكون واحة خضراء يا أكيد حملة. دائما بجهود أبنائها. وما ننسى تقرير وفقرتنا اللي دائما متميزين فيها زملائنا نوجه لهم تحية فقرة وين في وأكيد معرض في شركة النفط. شركة النفط فلا تروحون بعيد خلكم معنا حلقتنا اليوم جدا مميزة. قبل ما نطلع تقول شيء إيه بقول شيء قول. الحين اللاعب ما شاء الله بشار عبد الله منورنا اليوم هو لاعب رياضي إيه؟ الحين نقول له لاعب ولا مذيع؟ هو أول شيء ما شاء الله تبارك الرحمن ماني حاسد ها ماني 77 يعني نفس الشيء يعني الحين كمل أربعة كملت 40 سنة لا 25 العمر كله إن شاء الله طقطط العمر ما شاء الله الحافظ على لياقتك ولا زلت تلعب أدعي أتمرن وألعب لكن بتي وقت بكرش أكيد بيوقت لا إن شاء الله ما تكرش إن شاء الله ما تكرش إن شاء الله أكيد راح يكون لقاء كامل ومفصل وقريب إن شاء الله منكم مشاهدينا في برنامج ليالي الكويت مع اللاعب الدولي الكويتي بشار عبد الله ولكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا بشار يحاول يتقدم ويعدي بشار يعدي بشار ويلعب له كرة مع خالد الداود ولا بشار بشار الجول يا ولد أقول الولد أنا أقول الولد أقول الولد زين وغزل زين يا بشار طول ما توصل إلى سوميلا رقم 10 قطعها وائل استيمان وبشار من فريد وطلع حارس طالع برا وبشار برافو شوف الثاني شوف الثاني جول جول يا بشار طير 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 هيت سهل الطيب الفرحة برافو يا بشار برافو يتابع الكرة مع المدافع راح تشوفونه بعد شوي ويتابعها ويعدي حارس المرمى وعلى طول بالمرمى الفالو اللي توه نازل مستمرين معكم مشاهدينا بفقرات ليالي الكويت مثل ما وعدناكم معنا اللاعب والمذيع الدولي بشار عبد الله مساك الله بالخير ابو عبد الله نورتنا في ليالي الكويت اهلا فيكم مرحبا فيكم مره ثانيه وكل عام وانتم بخير مره ثانيه وانا سعيد اليوم انكم معكم وانت بخير يا غالي ومنورنا اكيد ومشرفنا بشار عبد الله عرفك الجمهور وحبيناك ككويتيين او كخليجيين او حتى على مستوى الوطن العربي لاعب ومهاجم ناجح حقيقه وهداف نبي نعرف بشار عبد الله حياته بالجانب الاخر شلون يقضي حياته اليوميه يمكن حياتي انا احب الروتين يعني انا من الحين لي بعد شهر ادري شنو راح اسوي يمكن لان قبل لما كنت لاعب كنت ما عندي هالميزه كنت ما ادري بعد اسبوع شنو راح اسوي او وين راح اكون او شنو برنامجي بسبب طبعا بطولات ومباريات والالتزامات فبعد ابتعادي عن الكره عوضت هذا الامر وبدأت انظم حياتي فالآن حياتي يعني متوزعة بين طبعا عملي في قطر في قناة الكاس اللي تقريبا كل أسبوع أروح يومين وثلاثة أيام كمحلل رياضي كمحلل في قناة الكاس وأيضا برنامج إذاعة مع كل عزو إذاعة الكويت طبعا 103.7 وأيضا ممارسة الرياضة بشكل يومي إذا سمحت لي الظروف يعطيك الصحة والعافية وطبعا الوقت مع أهلي مع أسرتي ويوم واحد بالاسبوع مع اصدقائي فكل شيء يعني منظمه. ابو عبد الله طبعا انا عندي هنا مسجل ان انت عندك هوايات كثيره مشاهده الافلام وشغلات وايد بس انا يمكن مو كثيره انا شوف انا يمكن بس برجع على سؤال دار قبل الهواء تكلمنا عن موضوع الاحتراف
ودعم الأندية للاعبين. أنا قلت لك يمكن قبل شوي إنه يعني ما نشوف الرياضيين نفس قبل. قبل لا يطلع موضوع الاحتراف كان اللاعب يحب النادي، يعطي من نفسه، إيه النادي يتمرن، حب اللعبة. اليوم لما دخلت المادة على هؤلاء الرياضيين صار اللاعب خلاص تفكيره بس مادي، ما أعطيتهم فلوس أنا ما بيلعب. يعني شوف عبد الله، أتفق معاك بجزء واختلف معاك بجزء. أتفق معاك في أن في مشكلة عندنا في أن اللاعبين بدأوا يفكرون بالمادة أو بدأوا يفكرون شنو راح يحصلون أو في جزء منه، لكن أيضا يعني ما يلامون في النهاية قاعد يشوفون الدول المجاورة مثل قطر، الإمارات، السعودية، قاعد يشوفون اللاعبين شنو قاعد يحصلون اللاعبين شنو. إحنا إلى الآن مثل ما قال محمد تحلاوة الحين ما عندنا احتراف، يعني أعتقد أنها الدولة الوحيدة يمكن بآسيا أو حتى الدول العربية اللي ما في احتراف. احتراف جزئي. فوق هذا الشيء الوحيد اللي يخلي اللاعب يلعب، يعني ممكن يتنازل عن كل الأمور ويلعب، إنه يلعب منتخب. صار لنا سنة وشهرين موقفين عن لعب المنتخب، فحتى الشيء اللي يخلي اللاعب يعني يعطي ويقاتل عشان يوصل له ما راح يوصل له. نفسيا متحطم. اي فما احنا ما بنقول نفسيا متحطم، لكن نقول نفسيا متفائل حقوقا، يعني خصوصا عفوا ان حكومه الكويت قاعد تقدم جهود علشان تلقى حل رياضي يخدم ابنائها داخل الكويت وايضا تمثل اسم دوله الكويت خارجيا. يعني نتمنى طبعا ان تنحل هالمشكله باسرع وقت ونرجع. حلو. بشار عبد الله، قلت انت يعني ملتزم في دوله خليجيه اخرى في برنامج معين كمحلل رياضي، وايضا ملتزم يوم واحد حق الربع، مو كأنك بخيل ويا الربع شوي. وايد عليهم. لا يعني يوم في يعني لا يومين، يوم كره ويوم قاعده. ف انا اوريدي بالكويت قاعد 4-5 ايام، يعني ف يوم واحد زين لان الباقي يكون يعني مقسم بين اهلي وعائلتي وامي وابوي وبيتنا، ف يوم واحد لا زين وايد زين. لذلك وايد زين. عبد الله، انت طبعا معروف انك تحب الروايات ومن عشاق السينما وتحضر افلام، شنو الافلام اللي تتابعها واحسن افلام عندك؟ ويقال انك تحب الافلام القديمه. شوف انا يعني قبل كنت احب الكتب واقرا، لان لازم يعني اذا انت بتسافر والله بتروح طريق 6 ساعات او ساعات بالطياره، ماكو قبل ما في ايباد. شوف العراب على الهواء ويانا. شفت هذا يعني فيلمي المفضل او بالنسبه لي هو احسن عمل. كم مره شفته؟ وايد. كل ما يعني كل ما ينحط اشوفه، حتى يعني ساعات اكون دايخ بنام حط على قناه وتسوى بادي اضطر ان اطالع عليني خلص يعني. فهو يعني فيلمي المفضل واعتبره احسن عمل فني بالتاريخ. ومن الروايات؟ روايات كنت احب غازي القصيبي الله يرحمه. الله يرحمه. يعني من عشاق غازي القصيبي وكتبه ورواياته، وكنت احرص يعني على روايته، وكنت من الشخصيات يعني اكثر شخصيه تمنيت ان اقابلها صراحه، اكثر شخصيه معاصره تمنيت اقابلها غازي القصيبي، وكنت واثق اني راح اقابله. الحين عندنا جيل جديد بعد، عندنا جيل جديد بعد من الروائيين، ما تسمع لهم الشباب جيل الشباب؟ بلى، بس الحين مشكله مع الايباد وال يعني خرب شوي على القراءه. حلو. يعني ما شاء الله لاعب ومهاجم وايضا بس عندي وقفه مع المخرج المسرحيه هذه. شوف يعني ما في الناس يقول عني ان انا كبير وايد، بس كل العمل كل الاعمال اللي احبها يعني قديمه. باي باي لندن بالنسبه لي طبعا اللي معروضه حاليا عندكم اكيد، يعني هي وحامد ديار. تحفظ مشاهدها؟ يعني احفظ واستعملهم في حياتي اليوميه، يعني في حتى في حواراتي قطات وكذي، يعني حتى بحواراتي استعمل حتى قبل الفن. ما شاء الله جميل، وان شاء الله نقول لا زال جميل. لكن عبد الله يعني ما شاء الله بشار عبد الله لاعب ومهاجم وايضا محلل رياضي وايضا مذيع قاعد ينافسنا في غلاسو. اوكي، يعني ممكن نشوف بشار عبد الله كاتب روائي بما انك تحب الروايات؟ لا صعب، وايد صعب. خلني اقرا ويعني اقرا مجرد اقرا، لكن ما عمري ما فكرت. بعطيك شيء قريب. شنو؟ بعطيك شيء قريب. ما تفكر تطلع في التلفزيون تقدم برامج تلفزيونيه؟ لا لا. ليش؟ شنو الصعب بالموضوع؟ ما شاء الله مبدع بال اي بس بس شوف الحلو بالاذاعه، انا صراحه يعني ما ادري اذا انت جربته اذاعه ولا ما جربته. لا والله ما جربت. جربه لان متعه صراحه. أكيد. متعه يعني من امتع التجارب، وفعلا يعني الشيء الوحيد، مو الشيء الوحيد عشان لا يزعلون، لكن من الأشياء اللي أروح لها وأنا مستانس، ما تشعر أنها هي شغل، ما تشعر أنها هي واجب.
لان الستاف كلهم ربعي. واحنا ربعك ايش دعوه؟ المحللين لا بس سنين يعني ست سنين وياهم. المخرجين والمعدين كلهم ربع، ما في كاميرات، ما في الاضاءات هذه، ما في الاجواء اللي قاسمه قبل لا تدش يلا بسرعه بسرعه. وعمر كله كذي لازم يسوي سسبنس شوي. فهذه الاجواء الرسميه مو موجوده. فبالاذاعه اذا ما في بس والله تعصب عليهم ابو عبد الله انت احيانا كم مره؟ لا والله اكثر من مره. اسمع له والله بيصير دوري برا يشخط فيهم رب الكعبه انت ايش عرفك ينسى نفسه عرف شلون ينسى نفسه والله. انا هذه المشكله ان ساعات تنسى ان في ناس قاعد يسمعونك وتنسى انت وين. ف يعني اذا ذيت على كذي الله يعطيك العافيه. ايضا تحيه نقدمها لكل من يعمل في فريق قلاصه في اذاعه دوله الكويت وايضا كل زملائنا في قطاع الاذاعه في وزاره الاعلام. ابو عبد الله مقطع كلام تفضل. تامر لا والله تسلم. الحين انا برجع لموضوع الرياضه، انا عاشق الرياضه عرفت؟ لان الرياضه في ناس يقول لك انا صار عمري 30 سنه خلاص انا بوقف وراحت علي وبلش يكرش ويترك الرياضه وفاست فود وكذا. احنا يمكن ان شاء الله هذه انا قلت اكثر من مره ودي ان الناس معهم الكابتن بشار. شوف هي انت متى ما فكرت فيها ان هي يعني عاده شيء يومي مثل ما تروح الدوام مثل ما تروح الديوانيه مثل ما تسوي اي شيء يكون عندك يومين ثلاث ايام بالاسبوع انك تلعب رياضه. وما اقول لك والله العب حديد ولا بوكسينج ولا لا يعني مشي مثلا ما شاء الله ما في منطقه في الكويت ما فيها ممشى صح وشرحة يعني ممشياتنا شرحة امش مشي سريع كل ايضا الجمات مفتوحه كل مكان الملاعب الهيئه العامه للشباب الرياضه مفتوحه بكل مكان الكره ف يعني هو الحركه مجرد الحركه يعني انا دائما اقول ان سو من كيفك قبل لا الدكتور يقول لك قسم عليك سو إيه لا توصل مرحله إيه صح فسو انت من كيفك وخلها تصير عاده عندك. وانا استانس صراحه انا صرعت يعني لما اروح احيانا المشرف يعني بيتنا اروح الممشى شوف زحمه استانس انا من داخلي استانس شيء حلو كل الاعمار وكل بالنهايه الفائده كبار. تكون صحيه اللي يمارس الرياضه ولصحته. زميلتنا هناك تقول في صور حصريه حق بشار عبد الله خلينا نشوفها نبي تعليقك. عند هنادي تطلع لك صور ما ادري من وين تجيبهم يعني. شوف يلا ايش رايك؟ هذه وين؟ هذه استراليا. استراليا. عند لوبرا كنا بكاس اسيا رايحين نغطي كاس اسيا شهر 1/2014 و يعني سفره شغل هذا مو سياحه. انا قالوا تحب السياحه تحب تسافر. لا بس صدق لما كنت انا رحت استراليا ثلاث مرات. لما كنت لاعب ما شفته. لما رحت يعني شغل شوي يعني عندك فتره. هذه الصوره شنو كابتن بشار؟ شهر 1/2015 يعني سنه صار لها بالضبط. لما السالميه فازوا بكاس ولي العهد الموسم الماضي وكان من اسعد لحظاتي كمشجع صراحه. ممتاز. افضل هدف سجله كابتن بشار؟ يعني كجمالي ولا كقيمه؟ قريب منك. لا شوف كقيمه هدفي الاول اكيد على قطر اللي مساء عرفته في بدايه البرنامج لان هذا اللي غير حياتي يعني. دائما اتساءل لو مو الهدف وين يمكن ما اكون قاعد. لا لا فهدف يغير حياتك فاكيد قريب بالنسبه لي. ابو عبد الله احنا طبعا عندنا كثير من الصور لك اليوم وفريق الاعداد مجهز لك شيء حلو بس بسالك سؤال. انت طبعا احترفت في ناديين نادي الاماراتي ونادي القطري والسعودي. من الاكثر انديه حسيتها فيها دعم لك يعني استغلت موهبه الكابتن بشار؟ شوف كلهم للامانه كلهم يعني. بس كلهم الكل الاول كان الهلال. الهلال بس الهلال الوضع كان مختلف يعني الدوري مختلف الدوري السعودي مختلف وضع الفريق. نادي الهلال وقتها كان اكبر وما زال طبعا من اكبر الانديه في 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 اسيا واللاعبين النجوم اللي فيه والمتابعه يعني كل الانديه اللي لعبت فيها اضافت لي بس والتجربه الاولى كانت يعني وانا صغير عمري 20 سنه ف من جميع النواحي كانت مختلفه. الحمد لله. في صوره خلينا نشوف. هناد تقول في صوره. يلا خلينا نشوف صوره الكابتن. الله هذه صوره إسبانيا. اسريه اسبانيا هاي هذيل طبعا عيالي عسى الله يحفظهم ان شاء الله نور واللي متساند عليها دلال واللي بالنص عبد الله الله يحفظهم. تعطيه من وقتك يلعب كره عبد الله
مدخله بين 900 نفس بشار عبد الله عدي ولا مو زين ما ادري لا لازم تقيمه ما والله ما ادري يعني تو صغير يعني 10 سنين هذه الصوره متى هذه بعد طبعا كاس خليج هذيك ما رجعنا كاس خليج الله 98 اعتقد كانت اعتقد 98 يا حلو الرياضه يا حلو الفوز في صور كثيره خلينا نشوف بعد الصوره اللي بعدها وين هذه وين شوف الدروس تاريخه تاريخ خليك من نظره تاريخه أعتقد 82 83 يعني شكلي كذي شكلي 5 سنين لا صح. أنت الحين شكلك 25 سنة ما شاء الله شوف يعني 5 سنين تي جيكر المفروض الياحل يكون حلو شوي الله يعطيك الصحة والعافية حقيقة كنت خير من مثلنا في الرياضة الكويتية وسافر في محافل دولية رفع فيها اسم الكويت احنا سعيدين في تواجدك اليوم معنا في الكويت وتشرفنا في هذا اللقاء ما قصرت ابو عبد الله طبعا اتمنى ان اسمع منك كلمه اخيره قبل ما نختم معك الفقره سعيد طبعا بوجودي معاكم وسعيد بهذا البرنامج للامانه اللي افتقدنا هذا النوعيه من البرامج خلال السنه اللي فاتت يمكن رجع او, نعم أو بدا صح صح للكويت وبدا يستقطب يعني شخصيات من جميع المجالات افتقدنا في السابق لهذه البرامج اللي السهرات اللي تميزنا فيها بالسابق فيعطيكم العافية جميع العاملين على هذا البرنامج والفكرة وكل شيء لأن فعلا أنا شخصيا استأنست لما شفت البرنامج لأن يعني رجعني لسنوات مجد التلفزيون إن شاء الله بترجع إن شاء الله إن شاء الله تستاهل شكرا عبد الله بس أطلع عندنا لقاء مع الفنان الجميل محمد الحميلي ولكن بعد هذا الفاصل.